بداية فلوج جديد كويس ان شاء الله. النهارده معانا التحدي اسمه تحدي البطيخ يا جماعه. طبعا جايبين بطيخه ايه هنكسر البطيخه دي ونقسمها عليها انا ومحمود ونشرحها يعني ونشوف مين اللي خلص صبر او اللي خلص صبر الاول على 400 جنيه يا جماعه. انا لو فزت هيبقى كام؟ هيبقى انا كسبان كام؟ 1000 جنيه؟ 200 جنيه؟ لا 1000 جنيه يبقى 800 جنيه كده. المهم ماشي يا جماعه، طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد، وهنقطع البطيخه وبعدين نيجي لكم. طبعا يا جماعه احنا بنقطعوا البطيخه لان البطيخه كبيره فخلينا نص بطيخه بس، فهنعمل التحدي على نص بطيخه. طبعا يا جماعه بيكون كده محمود خلص وانا خلصت، هنبدا في التحدي. ثانيه يا جماعه عشان دلوقتي في حاجه اعملها. طبعا هحط السكين على بعض على بعض هسكر بقى على دلوقتي كده خلصنا لسه جايين دلوقتي بقى فرص شغل. ان شاء الله هنبدا 3 2 1 يا دين يا نهار. طبعا يا جماعه انا هموت واخش الحمام، مش قادر بس انا مش مهاب. انا عايز ده 400 جنيه تحدي. تسريع، انا مش سريع ده، خليك ذكي. معلش انا هو قرب بس احس ان اجري مساك. انا عايز اخش الحمام. بتستسلم يا محمود؟ هقول لك كلمه، تعالى في ايه؟ عايز اخد خالص ال 200 جنيه. هديك 200 جنيه. لا انا عايز اخد ال 400 جنيه ده في النار. ده خلص. لا لسه فيه. احنا نشرب ميه كمان؟ يا هوي ده مخلص. اعذروه وايده مكسوره. عشان كده ناخد 600 جنيه. دايم. اكل ميه؟ اشرب ميه؟ يا لهوي. انا ما بتخطو كانت اكبر، هي كانت اكبر مش هي اصغر، مش قلت لكم؟ لازم كده لازم.
لا خلصوا ما تسيبش بحال. حتى بيرك لا البن لا خلص خلص هيك هيك يا جماعة. هو ايه ده؟ لا لسه في واحد. أي نقطة في البتان خلاص خلصت خلصت. لا الحرام دي 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 بصوا حتى دي أكبر مفاهيم سلام. خلينا نشوف خلاص مية. راحت 400 جنيه. عندي بصل. راحت 400 جنيه. عندي بصل. لا يا عم مش هنقعد نستعبط. انا هتقولي كده. هكمل اول. روح هات 400 جنيه روح. روح هاتهم هناك اهو. جيب ايديا طيب. روح ايه؟ ايديا. امسحها انا اهو ما بتاعتي كده خالص. ري 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 ما شاء الله. تعالوا تعالى كده بقى كل تحدي يا جماعه حرام. والله دي اتخبطت يا عم ولا بقى ايه طبعا وجعانه. يا جماعه ما تعذروهوش قلت لكم اعذروه عشان هو ده وقف في الواد ما تعذروش. تمام انا قلت التحدي روح اجيب الاليه وقلت له هات 400 جنيه بقى. ليه طيب ليه؟ اه اطلعها اطلعها من قدامهم. تعال تعال وقال لي هيديني 200 جنيه مش صح يا اسا؟ ليه؟ عد فلوسك. كل فلوس معايا ما عادش معايا الا 10 50. استأذن انا بقى. ايه والله هتنضف لوحدك؟ هتنضف لوحدك؟ تعال يا ابوي وش ذا؟ تعال تنضف معايا. نضم بس في الخزنة؟ اه يا بقى جماعة بطني. مش عايز تطلعي من دول. دول يا جماعه طبعا بطني وجعاني بس بصوا هما بس هسه والله عارفه انا عملت حاجات ايه. برضه دي 50 50 ايه؟ خد لا لا ابعد ابعد ابعد. الله يرطبوا على الجو يا جماعه. الله اكبر. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك. لو نزلنا فيديو يا جماعه عنه يا رب يكون عجبكم يعني. خد يا جماعة العيدية بتاعتك اهي. خد خد لا خدها هات. ايه ده العيدية دي؟ عيدية تفرع بيها عليا 100 جنيه يا شيخ. كده يا جماعة كنا هات فيديو النهاردة. انا والله العظيم بطني وجعت مش قادر بس طبعا 200 جنيه حرام عليا جامد. طبعا يا جماعة ده فيديو النهاردة لايك. انت ما تتكلمش غالي زي خسران ايه يا جماعة. كام تحدي ورا بعض خسران فيه؟ تحدي التحدي بتاع الليمون بتاع اللي هو الفلوس كانوا 400 جنيه. وايه تاني؟ وتحدي وتحدي الاكل بتاع التزوج وبتاع امبارح والنهارده. ثلاث تحديات يا جماعه خسران فيهم. يعني كده معايا 1200 1000 بس. ما هو 400 و200 600 600 و400 1000 معرفش ايه اسمه. المهم معلش يا حبيبي يا جماعه عصرت ده يا صدقني ده اكبر عالم من اللي هتفوت يا جماعه قدامكم اهو ان شاء الله باذن الله هفوز عليه. بس الصراحه يا جماعه هو صعبان عليا. كل الطبق كله ولا يعني ايه يعني اصلا هو في هو في في ها مش كل هو قال لي كل حلو خلاص خلاص لا لسه جعان. المهم يا جماعه والله صعبان عليا بعد ما خلص الطبق جه وخسر يعني. بس كده نهايه الفيديو النهارده. ما تنسوش اللايك. ما تنسوش ايه؟ لايك. وايه تاني؟ اشتراك. بس كفايه كده نهايه الفيديو النهارده. اشوفكم في الفيديو الجاي. Five, they loud, another bag of shots. Turn down for what?